فوتي فريحه فوتي فوتي. تعي بدي حاكيكي بشغل. امي انت شو عم تعملي هون؟ هلا انت شو بدك بهالقصه؟ تعي ما تشغلي بالك، خلدون بيك مترجيني وحاكي مع ابوكي. لك يلا تعي فوتي بدي حاكيكي بشغله مهمه. مستحيل، ما بدي اشوفها لجانسو. هلا هي بتجي. لك يا بنتي شغله مهمه والله رح تنبسطي كثير. تعي فوتي لقلك. فريح اسمعي شو بدي اقول لك. لك بنتي والله قلبي عم يخفق خفق، ما بعرف شو بدي احكي لانه كثير منفعله. امي شو صار؟ ليش هيك متلبكه بالحديث؟ استني استني يا بنتي، بدي احكي. انا هيك ما بقدر احكي مع ابوكي، بتعرفي هالشيء. فريحه بتعرفي ابوكي شو قال؟ لك والله ما عم بقدر احكي من كثر ماني منفعله يا فريحه. فريحه ابوكي قال. عجبك شرفي لكم اجوا. ايه طيب ماشي ماشي، شوفي يعني شو بصير. بعدي انت بعدي. تليفوناتي ما رديت عليها وأنا ما تحملت وإجيت. ماشي أنا بعرف جيتي على بيتك خطأ، بس ما كان عندي حل تاني فريحة. يلا تعي بدنا نحكي عن كل شيء. اروح فريحة استأذني بس 5 دقائق. امك قاعدة جوا؟ ضيفك يستنى. فريحة خانم أنا خلصت شغلي. أمك بعد شوي رح تجي. طلعي فريحة، ما في شيء مثل مو مفكرة. أمير ليش اجيت؟ كل شيء انتهى خلص. فريحة انت مضطرة تسمعيني، لا تعملي فيني هيك. روح ما بدي اسمع شي. روح. Thank you.
فريحة؟ تفضل انت تحكوا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.